السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ كيف حالكم؟ جئناكم فيديو جديد مع الشاحنة إسكاني القديم في خريطة بروموت الدولة العربية. حمولتنا في كونكريت ماجستير، نوديها طبعا. أنا جبتها من شكمو من سوريا، أنا جبتها نوديها وين؟ لإسطنبول. طريق مالنا بعيدة، بس شوي نروح. لأن ما أريد صراحة فيديو يطول، فيديو طويل كثير ما أحبه، حتى على مود المشاهدين. وإخواني إذا أنتم تريدون مثلا أنزل المودات، إذا أنتم تريدون أنزل المودات اكتبني بالتعليقات أذن المودات مثلا أنزلها. هذا الحرب أجد أكيد، هذا ما عندهم مكياج شنو. يا إخواني فنتوكل. حاليا هذا حمص لبنان دمشق، طبعا نروح على طريقة لبنان. وبالخريطة يجي مكتوبة، خلي نطلع الخريطة حتى ما نغلط. بدل ما لبنان نوديها على اليابان. هذا ثاني شرس. طبعا يا اخواني هذا حمص، ما هذول يلعبون هذا اللعب مع الشاحنات الاوروبيه ولا بشيء، يعرفون هذا سياره موت مثلا، مو مال الشركه. اشغلكم بعدين الاغنيه الكرديه الحلوه هاي. هذا لبنان، نروح على لبنان. الشبكة مالنا حيل ضعيف أمام العيد، خلصت الشبكة تصير نفس الشبكة ضعيف، ما بعرف ليش والله. يا إخواني إذا أنتم تريدون أنزل شرح مثلا، الشرح يعني كامل بدون تلعب بالماوس والكيبورد، اكتبوني بالتعليقات انزل واحد شرح كامل مكمل شلون تلعب بالماوس والكيبورد. يا اخواني شوف، يعني هسه انا بلعب بالماوس والكيبورد، اجي صار عيار تسوي العيار مال شو اسمه مال اللعب مالتك، نفس عيار مال شو اسمه مال لعب مالي، تلعب حال العباء شلون انا كنت حرامات مثلا. جلس وصلنا على لبنان، هذا لبنان هم مخروبة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوفوا يا اخوان يعني ها وحالة مثلا ما عندهم فلوس، حالتهم ضعيفة، يروحون يشترون دلقسيون 250 دولار 325 دولار. ليش؟ صحيح حلول يا اخوان. اشوف الكاميرا الحرارية هسه كيف نقطة تنفيذ. شوف على وين يا دولة، والله هذا سوريا. الخريطة بروموت يا اخواني، من بلعب ما بعرف شلون اروح وشلون اجي. احتمال اني من لبنان طلعت جيت على سوريا، واني كان اقول لكم اني والله اروح على السيارة سلام. اني قلت لكم اني من سوريا.
عليكم أجي الله يساعدك. لا بس بالروح روح سيارة مالتي ما يروح. شنو هذا؟ وين أنا أروح؟ هنا تخلص العرش السلام عليكم. دبابات البيوت حتى بالخريطة برموت إخواني كيف خليتهم البيوت المخروبة. يلا شارك يلا نروح نتوجه. كيف الخريطة؟ كيف الماب؟ كيف؟ حتى نحن طلعنا من لبنان ندخل في أردن، يعني شفنه في سوريا. والله هذا أنا مكتوب لبنان وهذا علم سوري. وأنا غلط وهذا الخريطة كروت غلط. تفضل شوف بها فيزا لو ما بها فيزا. يا بفتح الباب يا اخواني. شلون اني بلعب بالموت؟ شوفوا حال الحال طبعا بالماوس. ها يعني هسه حاليا اخواني الدركسيون مالي من سوريا دخلنا على لبنان. هسه الدركسيون الدركسيون مالي هسه الماوس من الوف يمين ويسار اسمه هو ماوس. السلام عليكم. يعني يقول الجوان نفتح فيه سندخل الخضروات مالكم اخواني على السيفي معزلين على يبيع السفن بيبتي جريدة. والله مزقنا الطريق للعالم. بيروت ندخل على العاصمة الطريق ضعيف يعني الصراحة ربط الخريطة جد وين نحن هسه حاليا. راشد تم آ گئے نروح يم الباخرة راشد تم آ گئے راشد تم آ گئے ہونا آخر فریب میں کہتے نہیں جنا زمانہ خراب ہے طبعا اللي ترجع حاليا كهدي نتيجة.
جنا زمانا خدا یہ شبا زمانہ خراب ہے نکلا نہ بے نقاب زمانہ خراب ہے 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 على الباقي مر درد مخمام رہ گئے تو شیعہ جتے بندے بھی شمام دیو ہے ناو ہے ملینا رحم نما چاوے مصحابی جگری آتے نما دیو ہے ناو ہے ملینا رحم نما چاوے مصحابی جگری آتے نما والله يا اخواني هسه حاليا نحن بتركيا على الحدود بين لبنان وقسمه حاليا طبق الحريلة هنا وباكرة جاي الحريلة يا اخواني مع السلامة لا تنسوا اللايك والاشتراك دعمنا بالقناة على المتواضع تحية وتركيا ولبنان.